كل رزاية برزتها، اللون تحفة، الريحة مش عارفة يعني. لازم بقى يشوفوا لهم حل في موضوع الشاشة اللي تنقل الريحة دي، لازم عشان خاطر برامج الطبخ. بنقعد نقول كلام كتير نحاول نوصل لكم الموضوع، بس هو الموضوع بيبقى كله محتاج يتشم مش اكتر من كده. شمة واحدة هتعرفكم اللي بيحصل هنا ايه. ريحة جميلة ما شاء الله. انا بحب قوي دايما الناس تقول، بلاقي دايما عارفين على الفيسبوك بيبقى فيه جروبس كده ايه للطبخ وبتاع وحاجات البيت، ويسألوا بعض ويجاوبوا بعض ويساعدوا، جروبس جميلة قوي. بلاقي دايما حاجة تتكتب كده، يا جماعة ريحة البيت دايما أكل، أعمل إيه، أشيلها إزاي؟ بزعل قوي. ده ريحة البيت أكل، ده حاجة جميلة، معناها إن في ست جميلة واقفة تطبخ والبيت كله خير وملمومين على أكلة حلوة، فليه ريحة الأكل بتزعل؟ أنا بحب جدا ريحة البيت، في ريحة الأكل في البيت بعتبرها أحسن معطر في الحياة. في حاجات أي نعم ريحتها مش حلوة، مثلا لو كنت بنظف سمك، لو كنت مثلا بقلي سمك، لكن في العموم ريحة الأكل في البيت ده حاجة مبهجة وجميلة. يا رب كل البيوت يبقى ريحتها أكل طول الوقت، في أحلى من كده؟ وامبارح برضو على الصفحة عندي، صفحتي عشان بس اللي ما يعرفش اسمها سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان، قناة اليوتيوب سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. فامبارح على صفحتي كتبت بوست كده، يا رب المواعين كنت قاعدة اغسل المواعين كتير قوي يا جماعة، فقمت كاتبة يا رب المواعين تموت. فكل الناس بقى قعدت تقول لي حاجات ونهزر وبتاع، بس برضو حد كتب لي وجهة نظر لطيفة، قال لي معنى ان الحوض مليان مواعين ان البيت مليان خير وكله اكل وما اعرفش. فقلت والله وجهة نظر برضو، الواحد يبص لنص الكوباية. ايوه بص النور بتقول ممكن نجيب دليفري. يا بنت هتفضحينا لما تتجوزي، يقولوا عليكي، يقولوا عليا ايه؟ المشكله مش فيكي، المشكله فيا انا اللي سمعتي هتبوظ لما الاعداد بتاعت سنه اولى طبخ بتجيب دليفري، يقولوا ايه عليا؟ صح. اتفضل ادي اللي خدته منكم يا اعداد، الفضايح، جبتولي الفضايح.